السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سعداء جدا أن نلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج أهداف وملاعب. في هذا العدد بطبيعة الحال الكلام سيكون عن المنتخب الجزائري، منتخب وطني ينتظره ملايين الجزائريين غدا، لأن المباراة هي مباراة الأمل، مباراة البحث عن وثبة سيكولوجيا بعد كل الذي حدث في الأسابيع القليلة الماضية. في هذا البرنامج أيضا سنتوقف عند جديد المحترف الثاني موبيليس، وحديث عن المباريات الهامة والواعدة التي تنتظر عشاق المستديرة الجزائرية في المحترف الأول موبيليس يومي الاثنين والثلاثاء. ومن أجل الحديث عن المنتخب الجزائري وتفاصيل المستديرة الجزائرية أسعد بتواجد مصطفى مازا. أهلا مرحبا. أهلا بكريم أزور كل شعب جزائري. عبد النور كريبازا أيضا حاضر معنا اليوم، الاختصاصي الذي يعرف جيدا خبايا المحترف الثاني. أهلا مرحبا. مساء الخير كريم، مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم. محمد يوبي من أجل الحالات التحكيمية. أهلا مرحبا. تحياتي لك وللجمهور الرياضي الكريم. لم نرى بعد الصور ولكن يبدو بأن الجولة فيها أريحية إن شاء الله حسب الأصداء. نعم، ولكن يوبي لا يريد أن يتسارع، يريد أن يرى الصور وبعد ذلك سيتحدث. إذن نبدأ هذا العدد كما قلت بالمنتخب الجزائري، منتخب عرف العديد من التطورات، رحل المدرب رابح ماجير، جاء المدرب جمال بلماضي، منتخب لم يعد يقنع في المدة الأخيرة، الشك بدأ يحوم بعد ذلك جاء جمال بلماضي بتعداد أعاد فيه العديد من الأسماء التي صنعت في وقت مضى أفراح الكرة الجزائرية. الرجل زرع الأمل في قلوب الجزائريين من خلال أول خرجة إعلامية، الكل يريد أن تكون مباراة غامبيا هي مباراة الأمل والوثبة البسيكولوجية التي طالت نوعا ما. مصطفى، لما تسمعني أتكلم هكذا تشعر بأنها مباراة هامة، حتى وإن كان المنافس ليس بالمنافس الكبير، حتى وإن كانت المباراة ليس مباراة مؤهلة بشكل مباشر، ولكن ما عشناه في المدة الأخيرة جعلنا ننتظر هذه المباراة بشغف حتى تكون الانطلاقة التي اشتقنا إليها. أكيد ننتظر كيف يكون منتخب الماضي. نظن أنه المنتخب محتاج إلى دعم بسيكولوجي، نظن أنه كذلك الناخب الجديد وكل طاقم الفني عفوا يحاول أنه يزرع روح غابت منذ سنين على المنتخب الوطني، كذلك بلاعبين ما راهمش يعني جدد على المنتخب الوطني، ولو أنه عاود رجع بعض اللاعبين اللي كان مغضوب عليهم في يعني التربصات الماضية، فتح الصفحة ومد اليد للجميع، هكذا كان للجميع يعني كل واحد عنده فرصة، كل واحد عنده فرصة لكي يدخل داخل المجموعة، واللاعب اللي راح يخرج خارج مجموعة من دون شك الانضباط لا يلعب مع بلماضي، لأنه بلماضي أكيد أنه عملية الانضباط على كل اللاعب، ما فيش لاعب عنده اسم ولاعب ما عندهش اسم. ما دمت تتحدث عن بلماضي واللاعبين، عبد النور الأمور واضحة، بلماضي يحتاج لاعبين واللاعبين يحتاجوا بلماضي. لماذا؟ بلماضي بحاجة أن يبدأ المشوار من الباب الواسع حتى يخفف الضغط عليه، حتى يعمل بأريحية. اللاعبين بحاجة إلى بلماضي حتى يزرع فيهم تلك الروح القتالية، لأنهم حتى اللاعبين الآن تأثروا بسلسلة النتائج السلبية. هل هذه المعادلة التي ستجعل هناك تعايش وتناغم بين بلماضي ولاعبيه ابتداء من مباراة غامبيا؟ صحيح، يعني هذا هو الشيء اللي لاحظناه في يعني مع بداية التربص، لاحظنا بعض الاشياء اللي ما كانوش كاينين يعني في التربصات الاخيره، شاهدنا يعني رغبه تاع اللاعبين، شفنا هذنا تصريحات تاع اللاعبين انه كلنا مع المدرب راح نساعدوه، حان الوقت انه الفريق الوطني يرجع للنتائج، لان التغييرات تاع المدربين يعني خلاص يعني حان الوقت انه الفريق الوطني يفتح صفحه جديده، تكون يعني رغبه من طرف الطواقم الفني، اللاعبين بعقليه جديده، عقليه تاع لاغرينتا اللي شاهدناها في 2014، يعني حان الوقت انه تعايش بين المدرب والطاقم الفني واللاعبين ضروري، وبدايه ببدايه بهذا المباراه. خلينا نترك الحاج محمد يوبي ينزع قبعه الخبير والحكم المحايد ويتكلم بلغه القلب الان، لانك ايضا ككل جزائري تشعر حتى في الشارع الجزائري ينتظر المباراه، لاننا نريد ان ننطلق بكل صراحه. بالطبع كريم، والله كل الشعب الجزائري ينتظر هذه المباراه،
لانه مباراه بحله يعني الطاقم الفني بالماضي، وان شاء الله يكون فائل الخير للفريق الوطني لانه كذلك هو جزائري يريد كذلك الفوز والنتيجه ايجابيه للجزائر، لانه والله كل جزائري يعني يحب يرجعوا للانتصارات التي كانت من قبل الفريق الوطني، وانما ان شاء الله نجيبوا يعني نتيجه ايجابيه باش يرجع الفرح يعني والسرور للقلوب الجزائريين ان شاء الله. المنتخب الجزائري الذي كالعاده تنقل عبر طائره خاصه من مطار هواري بومدين مباشرة إلى العاصمة الغمبية، رحلة رافقها فيهم أو رحلة كان ضمنها زميلنا محمد الشوماني. الأجواء هي هكذا داخل الطائرة، سنتحدث بعدك عن الأجواء بعد تصريح جمال المدرب جمال بلماضي وكذلك خير الدين الزجشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. On arrive avec l'équipe au complet. Je sens chez les joueurs l'envie de vraiment faire un gros résultat ici. Ça ne va pas être facile. Hein. On l'a dit tout à l'heure. L'équipe qui a des joueurs qu'on a expandé un petit peu, qui a de la qualité ici en face. On respecte tout le monde, mais bon, on n'a pas l'obligation de faire ça. À partir de ce premier match en Gambie, il faut absolument que tout le monde rame dans le même sens, notamment dans un même et unique objectif, à savoir reconstruire une équipe nationale conquérante, Inch'Allah, pour les futurs décennies. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يبحث عن هذه الانطلاقة، يبحث عن هذه الوتبة البسيكولوجية التي يبحث عنها أيضا جمال بلماضي بأسماء تعودنا على أن تصنع أفرحنا أيضا. مصطفى، اللغز المحير كل جماهيرنا الجزائرية، طبيعي جدا أي منتخب قادر يوصل القمة وبعد ذلك يتراجع، هذا أمر مفروغ منه، ولكن اللي ما فهموش الكثير أن نفس الأسماء التي أسعدتنا هي التي تراجع مستواها. هل الجانب البسيكولوجي وشخصية جمال بلماضي قادر تصنع الفارق في هذه المباراة؟ لأن الجانب التكتيكي سنتحدث عنه بعد الحظات. نعم أكيد، لو نتكلم على مردود المنتخب الوطني ونتكلم دائما على النتائج الإيجابية عندها 4 سنوات، لكن نفس اللعبة أكيد، لكن لما نتكلم على النتائج الإيجابية خاصة في مونديال 2014 عندها 4 سنين، يعني طالت المدة أن منتخبنا لم يظهر بالوجه اللي منتظر أو بحجم أسماء اللاعبين اللي عندنا. لكن لما نتكلم على مردود اللاعبين، يعني اللاعبين في المباريات اللي لعبها المنتخب الوطني يعني في منحنى تنازلي، نظن أنه كلام من هنا ومن هناك يقال أنه اللاعبين غير منضبطين، أنه أشياء تحدث داخل المجموعة، لكن بالماضي يعرف المجموعة، يعرف خبايا الكرة الجزائرية، يعرف اللاعبين. من دون شك شخصية الناخب راح تكون في الميدان، لأنه الصورة تاع اللاعبين هو بالماضي عنده منضبط، اللاعب يحوس دائما لا بيرفيكسيون. هل تكفي؟ نعم لأنه تكفي. نعم اعتقد انه بالماضي ما لازمش نتكلم على بالماضي الا على المباراه هذه، عنده عقد المدرب. لا، ليست مباراه بالماضي بقدر ما هي أكيد. مباراه لاعبين، ولكن بالماضي مسؤوليه تكتيكيه. سميتها كريم، سميتها جيدا، مباراه رفع من مستوى اللاعبين والوتبه البسيكولوجيه. نظن انه هذه مباراه ليست لكن مهمة من جانب واحد، هي من الناحية النفسية للاعبين، لاسترجاع قوة تحمل، استرجاع روح المجموعة، لاسترجاع يعني تعايش داخل المجموعة. مهم منتخب وطني يتعايش مليح. سأخطف منك كلمة التعايش لأنقلها مباشرة إلى عبد النور كريبازا. هل عودة اللاعبين اللي كانوا ركائز في الفريق سيكون عندهم تأثير في غرف الملابس بالدرجة الأولى؟ أكيد. هل هي مباراة غرف الملابس وكرسي الاحتياط أكثر منها شيء آخر، لأنه بالماضي جلب من يحفز حتى ال 11 لاعب الموجود فوق أرضية الميدان، أم ماذا؟ شوف كريم، لما تشوف القائمة تعرف يعني تدير خلاصة أنه هذا الناخب الوطني الجديد عنده كل المعطيات، وش كان يعني
موجود في الفريق الوطني في المواسم الماضية. نظن شوف عنده يعني استدعاء بعض اللاعبين الركائز يعني خاصة من ناحية المجموعة. هذا المدرب حب يكون مجموعة يعني في بدايته، أنا كما تكلمت أنه حل يدوا لكل لاعبين اللي يعني اللي ينجم يدخل في أفكاره، يدخل في فلسفته، في انضباط، يعني راح يكون انضباط في اللعب، خاصة في اللعب اللي كان موش موجود في الفريق الوطني. وبعد نرجع ليها هذه كريم كما تكلمت، خلينا تفضل يعني كل شيء هذا يعني موجود في هذه القائمة باللاعبين الركائز اللي ممكن راح يكون تعايش كما قلت في الغرف تغيير الملابس في بنك الاحتياط وتقبل خيارات الناخب الوطني. هذا اللي ما كانش موجود وهذا اللي أمر موجود. ولأن شوف هذا الناخب الوطني جمال بالماضي لازم يعني كما قال الرئيس الاتحاد أنه تكوين مجموعة تاع المنافسه، لانه كانت غايبه الفريق الوطني في هذا، يعني تكوين مجموعه. لو نتكون مجموعه وعقليه جديده وتحفيز جديد، الفريق الوطني يمشي ويعاود يرجع النتائج الايجابيه. حفيظ الضوء، خلينا نشوف الجوله اليوم الصباحيه تاع لاعبين امام الفندق من اجل ربما الابتعاد قليلا عن الضغط، ما دمنا نتحدث سويا عن هذا التعايش الايجابي. طبعا اللاعبين يتعرفون جيدا منذ فتره طويله، هي نقطه قوه المنتخب الجزائري منذ سنوات، ليس فردياتهم فقط بل هي هذه اللحمة الموجودة بين اللاعبين. لماذا اختفت؟ لماذا ضاعت؟ لماذا لم نعد نراها في المدة الأخيرة؟ الأسئلة التي بقت هكذا عالقة. طبعا نرضون إن أمكن نشرك زميلنا محمد شواني مباشرة من غامبيا حتى لأنه الأقرب إلى اللاعبين، لأنه هو الذي سافر معهم في الطيارة، هو الذي حضر معهم الحصة التدريبية، هو الذي التقى بالمدرب باللاعبين، هو الأقرب حتى نتحصل على المعلومات. إذا كان معنا رضوان يتدخل معنا مباشرة هكذا لمعرفة آخر مستجدات المنتخب الجزائري قبل هذه المباراة التي قلت بأنها حاسمة، قلت بأنها حاسمة لاعتبارات ولكن ليست حاسمة من حيث نتائج. المنتخب الجزائري فاز مصطفى في المباراة الأولى أمام الطوغو، نذكر هكذا، بهدف مقابل صفر. والطرف الثاني كيف يعني فاز بنفس النتيجة، والمنافس ليس منافس متعود على المشاركة في الكؤوس الإفريقية، ولكن مباراة في إفريقيا تبقى دائما مباراة في إفريقيا. الآن يلتحق مباشرة معنا من بونجول العاصمة الغامبية زميلة محمد شوماني. أهلا مرحبا محمد. أهلا وسهلا كريم، فعلا نحن في قلب بونجول وفي باكو بالضبط. طبعا لا أدري إذا كنت تستمع في البداية إلى النقاش الذي كان يدور هنا في البلاتو، تحدثنا عن التعايش الذي كان نقطة قوة المنتخب الجزائري الذي افتقدناه في المدة الأخيرة ربما بسبب استبعاد بعض الأسماء من المنتخب أو لأسباب أخرى. هل شعرت وأنت معهم في الطائرة بعودة هذا التعايش، هذه اللحمة وهذه الروح المجموعة التي لطالما كانت سر قوة المنتخب الجزائري؟ نعم، وكذلك كريم، تقريبا رحلة المنتخب الوطني الجزائري بقدر ما كانت هادئة في بدايتها، لكن بقدر ما انسجم اللاعبون أكثر فأكثر بعد مرور ساعتين من السفر، علما أن تقريبا مدة الطيران كانت 4 ساعات ونصف. المنتخب الوطني بدأ من الوهلة الأولى أن اللاعبين منسجمون، وأيضا من خلال تبادل الحديث ومن خلال التموقع في مجموعات. هكذا كان المنتخب الوطني تقريبا مجموعة كبيرة تضم أغلب اللاعبين، فيما كان فقط اللاعب الجديد بدران الذي حاول جميع استمالته وإدخاله في المجموعة. المنتخب يبدو أن بوادر عودة هذه اللحمة ستعود ربما من خلال هذه التربوشات، من خلال هذا العمل الذي يصر عليه بالماضي، من خلال خلق الانسجام بين الفريق. الفريق سافر ككتلة، وحتى من خلال خرجتهم في الفندق كان دائما المنتخب حاضر، أطراف دائما كان حليش يلعب دوره، سليماني نفس الشيء في التواصل، إبراهيمي، محرز، خليني أقول كل كوادر الفريق عملوا ليكون الفريق ككتلة واحدة. هي فعلا بداية عودة اللحمة، وإن شاء الله نتمنى أن تظهر هذه العودة إن شاء الله في المباراة غدا. تبقى معي شوماني، هل وصلت رسالة بالماضي اللاعبين حسب الكلام الذي كان يقوله شوماني الآن؟ لا أكيد. طبعا هذا حتى في جملتين فقط، مازا يعقب وبعد ذلك لدي أسئلة أخرى لك شوماني. أكيد نشوف ونحسوا أنه اللاعبين والرسالة يوصلوها اللاعبين، تحس أنه الرسالة بالماضي اللاعبين وصلت، فيها تصريحات لبعض اللاعبين وهما سعداء للعمل مع بالماضي، هذا الشيء هذا يعني يبشر بالخير.
طبعا كلام فيه الكثير من التفاؤل، ولكن نريد الحقيقة فوق أرضية الميدان بالدرجة الأولى، لأن كرة القدم هي نتائج، هي واقعية فوق الميدان. شومانيز، نستغل تواجدك معنا هكذا على المباشر، حضرت آخر حصة تدريبية للمنتخب الجزائري لمدة ربع ساعة، أعرف بأن الأبواب كلها كانت مغلوقة لخروج المعلومات إن صح هذا التعبير. أول سؤال، كيف هي الحالة البدنية للاعبين؟ هل الكل جاهز؟ هل ليس هناك إصابات؟ ما هي آخر أخبار من الجانب التقني والبدني للاعبين؟ خليني أقول لك كريم أن الحصة التدريبية تقريبا بعد 20 دقيقة طلب من الصحافة المغادرة، لكن في نفس الوقت حاولنا بطرق ما متابعة هذه الحصة، لكن الغريب والمؤكد اليوم باتفاق الجميع هو أنه بالماضي رغم أنها الحصة الأخيرة والوحيدة إلا أنه أخفق أوراقه، اشتغل تقريبا مع مزيجين بجمع بين الكوادر وفي نفس الوقت اللاعبين الجدد واللاعبين العائدين للمنتخب، لذلك بعثر كل الأوراق وكأنه كان يعلم أن هناك من الجامبيين من كان يتابعه، وهو فعلا ما كان في الملعب. لكن في نفس الوقت اللاعبين من الناحية البدنية رغم ثقل الأرضية بحكم تواصل تساقط الأمطار لمدة 24 ساعة تقريبا منذ حللنا هنا، إلا أن اللاعبين يظهرون في حالة بدنية مريحة، حتى اشتغلوا مع المحضر البدني في ظروف جيدة، وممكن أنه الجو الحالي بتساقط الأمطار وغياب الرطوبة اليوم أقول وركز على غياب الرطوبة جعل المنتخب في حالة انتشاء بدني، يعني اللاعبين ظهروا وكأنهم في كامل لياقتهم. بالنسبة للإصابات الحمد لله لحد الساعة لا إصابة، ونتمنى ألا تكون حتى في مباراة الغد إن شاء الله. فقط جديورة مثل ما هو معروف أصيب في آخر مباراة في شيبشاون في البطولة الإنجليزية، لذلك ارتدى وقاية واقية حول الأنف، لكن في نفس الوقت كانت الحصة التدريبية سارت في أجواء جميلة جدا، حتى عودة اللاعبين كانت في أجواء مشجعة، وكان اللاعبين واعون ويدركون ماذا يريدون وبهدوء هذه المرة بدون تسرع، وكأن شخصية بالماضي بدأت تظهر على المنتخب، حتى أن بالماضي في التدريبات كان يدخل وسط اللاعبين ويشاركهم في التمارين، حتى في التمارين التكتيكية كان حاضرا معهم. آخر الأخبار ممكن أنه بالماضي اشتغل اليوم تقريبا حضر اللاعبين لخطتين هما 4-2-3-1، أول خطة كلاسيكية والتي هي 4-4-2. تبقى معي محمد عبد النور، تقريبا شخصيا منذ فترة طويلة لأول مرة أجد صعوبة في التكهن بالتشكيلة التي ستدخل غدا، وحتى لو نتحدث هنا كمحللين حاضرين هنا واللاعبين القدامى لا أحد يمكن أن يتوقع تشكيلة الغد. هل لأن بالماضي لا نعرف عقليته واختياراته الفنية مدام أول مباراة، أم أنه المباراة السابقة والتعثرات تخلي المدرب يفاجئنا بأي تشكيلة ممكنة؟ هي شوف نظن التشكيله ما راحش فيها ما يكونش فيها تغيير كبير صراحه، ولكن يمكن ان نتوقعها تشكيله 100% وحتى 90% صح ممكن، لكن الغد ممكن يكون اشكال في السيستم، يعني في طريقه اللعب تاع الماضي ممكن يكون تغييرات كما قال شوماني راح يغير 4-2-3-1 ام 4-4-2 يعني مسطح او 4-3-3، يعني هذا هو ممكن يكون فيه تغيير في من ناحيه التكتيكيه، لكن اللاعبين ممكن ما راحش يغير كثير، راح يكون يعني الكوادر راح تكون يعني تتوقع تغيير في المحور ممكن نقول لك نعطيك اسم ممكن اللي بالك ما لعبش كثير في الفريق الوطني، ممكن يكون طهرات في في في, في القلب الدفاع، لانه راهو عنده المنافسه في لونس كريم على مسؤوليتك كريم صراحه، لانه هذا اللاعب كان في باري اف سي وسنا لهذا الموسم مشى للونس وراه يدير مباريات كبيره وحتى سجل اهداف، ممكن من ناحيه الجاهزيه خليني عبد النور اعطيني اللاعب اللي راح يلعب معاه مصطفى عيسى مندي وطهر. عيسى مندي يلعب مع طهر نعم عيسى مندي يلعب نظن اللاعب للحارس مبولحي على الجهه اليمنى، ممكن يلعب بالخيتر على الجهه اليسرى يلعب فارس في محور دفاع عقال عبد النور طهرات مع مندي، ثلاث لاعبين في وسط الميدان اللي هما بن طالب اللاعب قديوره واللاعب ابراهيمي محرز على الجهه اليمنى
سليماني كرأس حربة وسوداني على الجهة اليسرى. محمد شوماني استمعت إلى مازا، هل هو قريب؟ سوداني غائب، سوداني غائب، سوداني غائب لأنه سرح في سليموسا غائب. أنا أخطأت بالنسبة للبعض. نعم بعض في حديث كبير عن أنه سيكون أساسي وممكن أنه بالماضي سيفاجئ مفاجأة أخرى في وسط الميدان. أعطي لي حالة أرضية الميدان، لأنه التشكيلة اللي اختارها بالماضي مرتبطة أيضا بحالة أرضية الميدان. فعلا كريم، بالنسبة لأرضية الميدان هي حاليا أرضية ثقيلة، خليني أقول لك بتساقط الأمطار أمر عادي جدا أنها تكون ثقيلة، لكنها غير متأثرة بحجم الأمطار التي سقطت. مع ذلك عملية قص العشب تمت اليوم، وفي نفس الوقت بقيت بالنسبة للاعبين الجزائريين. هل تمشي يعني الكرة يا محمد، هل تمشي الكرة لما حضرت الحصة التدريبية تمشي؟ نعم بشكل عادي تمشي الكرة، وبإمكان المنتخب الوطني اللعب عليها بطريقة عادية. فقط كريم حاليا وأنا أحدثك لا تزال الأمطار فيها السقوط. السؤال المطرح هنا، هل ستؤثر غدا على الأرضية؟ مهم جدا هذا الشيء، لأني أتذكر في إحدى مباريات المنتخب الجزائري المدينة التي كنا سنلعب فيها كانت بعيدة نوعا ما، قمنا بزيارتها مسبقا. أول سؤال طرح لي من اللاعبين، كيف كانت أرضية الميدان بعد أن تساقطت الأمطار؟ هذا الجانب مهم جدا. هل نوعية الأرضية، هل ظروف نوعية المنافس تخلي وتأثر في اختيارات المدرب؟ ممكن تأثر، لكن هذا هو يعني إفريقيا، أدغال إفريقيا، لازم يعني تأقلم مع أرضية الميدان. سواء اليوم الأمطار تسقطت، غدا ممكن ما تكونش، يعني اللاعبين مطالبين أنه يتأقلموا مع أرضية الميدان. ونعرفوا كريم لما تلعب على أرضية الميدان، ولكن عامل مهم جدا، عامل مهم جدا، لأن المنافس حتى يبقى معنا أيضا مازا في النقاش، لأن المنافس ما همش لاعبين محترفين. لا فيه لاعبين ما همش لاعبين مستوى عالي مثل البطولات العالمية. أكيد فيه لاعبين من زيوريخ، فيه لاعبين من ألميريا، فيه لاعبين من جانك، فيه لاعبين يعني فيه عندهم لاعبين يلعبوا خارج ولكن التكوين. أتكلم عن البنية المورفولوجية، أتكلم عن تعود اللاعبين على الأرضية عكس لاعبين اللي يلعبوا تقريبا موسم كامل في أرضية. هذا العامل مهم جدا كريم، لما تلعب في مجموعة في مباراة واحدة يقدر يحدث أي شيء في مباراة واحدة، لكن تلعب في مجموعة صعب على المنتخب الجومبي أنه يخرج يعني من هذه المجموعة هذه، يعني أمام منتخبات اللي نعتبرها أقوى من هذا المنتخب. لكن نظن أنه أرضية الميدان لو تكون ماهيش أرضية صالحة، أنا نظن أنه الناخب أدرى ويقدر يلعب يعني بكرات مباشرة. طبعا مهم جدا كريم، قال لك من الكرة تمشي، هذه يعني شيء إيجابي طبعا. تساقط الأمطار ممكن راح يزيد في يعني سرعة تاع الكرة، واللاعبين تاعنا يعني من الناحية التقنية لاعبين يعني عندهم مستوى ممتاز، ممكن يتأقلموا مع هذه الأرضية وتكون يعني من ناحية التقنية يكونوا أحسن. هذه الجزئية مهمة عبد الله. قبل شوماني حتى نترك زميلنا شوماني كريم يستريح. شوماني ركز على شيء قال لك باللي الرطوبة ما فيش رطوبة، يقال هذه مرتين مهم جدا. نعم. لأن الكثير ربما اللي يتكلموا يقولوا رطوبة ما رطوبة، ولكن فعلا الرطوبة لما تعيشها وتشوفها سيوبي تشعر في بعض الأحيان شخصية كنت مع اللاعبين حتى التنفس موسال حاجة هوبي. نعم يعني الرطوبة تأثر بشكل كثير بالنسبة يعني فيما يخص اللاعبين الجزائريين، لأن ما تعودوش هنا عندنا بين الرطوبة، وروح ليك عند رطوبة كبيرة جدا، وبالتالي يعني لكن هذه المجموعة تعودت لأن عندها منذ فترة طويلة هي تلعب في المنافسة الإقصائية كأس إفريقيا وكأس العالم. محمد شومان يدرك بأن الغد سيكون يوم طويل وشاق بالنسبة إليك، وستعيش على أعصابك مثل ملايين الجزائريين. هل هذه المباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير واهتمام من الشارع في غامبيا، أم أن المباراة عادية ولو أن تواجد أسماء من قيمة محرز والغامبيين يتابعون جيدا البطولة الإنجليزية بمثابة حدث بالنسبة لهم هناك؟ خليني كريم أول شيء نضع النقاط على الحروف، الجميع هنا جزائريون يتمنون بقاء المناخ حاليا بتساقط الأمطار حتى نهاية المباراة، لأنه تساقط الأمطار هو الكفيل الوحيد بعدم وجود الرطوبة، لأنه فعلا الرطوبة هنا بالنسبة ليوم الأول كانت فظيعة. بالنسبة للشارع عموما هنا والرأي العام في غامبيا في باكو في بعض الأحياء التي زرناها، الشارع يتعامل مع المباراة بطريقة عادية، لكن وجود الملعب أمام أحياء شعبية والدخول المجاني، وركز على الدخول المجاني، سيجعل الملعب ممتلئ. في حالة تساقط الأمطار وفقا لما يتحدث عنه الغامبيون، الجمهور لن يحضر لهذه المباراة، خاصة
أننا عشنا هنا على وقع سخط الجمهور والرأي العام لغياب 4 تقريبا من كوادر الفريق من نجوم الفريق من الصف الأول، لكن الصحافة عموما تتعامل مع هذه المباراة خاصة بوجود تلفزيونين، تلفزيون دولة وقناة خاصة فقط، وبالنسبة للجرائد تتعامل مع هذه المباراة بطريقة عادية، تركز على تواجد النجم الأول بالنسبة لهم هنا وهو رياض محرز، من منطلق أن غالبية سكان حي باكو من متابعي البطولة الإنجليزية ومن متابعي مانشستر سيتي، لذلك يعرفون رياض محرز ويعرفون سليماني ويعرفون فغولي ويدركون أن المهمة غدا ستكون صعبة. مع ذلك فيه روح رياضية كبيرة بالنسبة للشارع الجومبي، والأحسن إن شاء الله سيفوز غدا، كل التماني وكل الأماني ليكون المنتخب الوطني واللاعبون يكونون إن شاء الله على أتم الاستعداد نفسيا وبدنيا من أجل تقديم مباراة تشرف الجزائر وتشرف سمعة الكرة الجزائرية. شكرا لك محمد شوماني على كل هذه الإضافات، تبقى ترافق المنتخب الجزائري لغاية العودة إلى هنا، إن شاء الله ستعود ويعود معك الانتصار للمنتخب الجزائري. مصطفى مازا، لما نتكلم على بالماضي المباراة الأولى ما كانش عنده وقت نقول مباراة لاعبين، ولكن مسؤولية بالماضي في اختيار التشكيلة وقراءة اللعب أثناء المباراة، هنا يصنع الفارق كمدرب، هل نرى لمسة بالماضي في هذا الشيء مثلا؟ نظن انه ولو انه ما كانش عنده وقت كبير ما جرى حتى مباراه يعني تحضيريه، اتحدث عن قراءه اللعب اثناء اللعب. نعم، باش يعرف يعني السيستم، حتى القراءه للعب من دون شك راح يشوف ربع ساعه او 20 دقيقه الاولى تم تكون عنده نظره على المنتخب الخصم، لكن نظن انه لازم يركز كثير على اللاعبين اللي عنده تحت يده، لانه فريق الجومبيا يلعب ارض ميدانه، يحاول انه يعمل ضغط على المنتخب الوطني. نظن انه مباراه راح تلعب على الصراعات خاصه في بدايه المباراه. هل تتوقع انتفاضه اللاعبين غدا؟ هذا هو يعني السؤال، يعني احنا هذا هو يعني شوف الغدا احنا غدا واش لازمنا نشوفه في الفريق هذا الوطني هو ردة فعل تاع اللاعبين، هذا هو الشيء النقطه الاولى، لانه حتى لو تتعب تشوف يعني لا رياكسيون تاع اللاعبين فوق ارضيه ميدان، لانه عندنا بزاف ما شاهدناش اللاعبين يعني يقدموا كل هذيك العقليه اللي مدارين يجوا بها، يعني غدا نشوفوا رده فعل تاع اللاعبين، ممكن بعض الروتوشات يعني من حيث النظام على ارضيه ميدان في من ناحيه التكتيكيه، هذا كيتطلب ايضا مباريات خاصه الفريق الخصم ما لازموش يوصل للمرمانة بسهولة كما كانت المباريات منذ سنتين أو 3 سنوات، لأنه شوف صراحة كريم باش نتكلموا الفريق الوطني لما نتكلموا بصراحة ولكن بواقعية، شوف بواقعية الفريق الوطني لما كان مع أليلون، باش نرجعوا شوية لوراء نفتحوا قوس، لما كان مع أليلوزيتش يعني شاهدنا في كأس العالم وبعدها مع غوركوف كانت يعني بقى في نفس المستوى ولينا من حيث الأداء أحسن، لكن مع ذهاب غوركوف الفريق الوطني يعني بدأ ينزل في المستوى في كل النواحي، حتى رجعنا يعني فريق عادي أي فريق يعني لحقنا وين مع الرأس الأخضر نهزمنا، وليناش من نديروش هذيك الفريق اللي يعني يمشي بمرشح، هذا الشيء كل شيء غدا انه بعض الرتوشات من طرف بالماضي ورده فعل تاع اللاعبين من ناحيه، ولكن نفس اللاعبين هذا هو المشكل، نفس اللاعبين اللي لعبوا في السنوات الماضيه يلعبوا لذلك عندنا الامل يا عبد النور. هنا تدخل شخصيه المدرب، هنا لازمنا نشوفوا رده فعل تاع اللاعبين غدا، وانا يعني نقول لك باللي عندي يعني متفائل انه غدا راح نشوفوا رده فعل ايجابيه من طرف اللاعبين، وممكن يشاهدوا اشياء ايجابيه، لان عبد النور وننقل الكره لمازا، لو انخفض مردود لاعبين على مستوى نواديهم قولوا هذا واش عندنا لاعبين لا غالب نتقبلوا حقيقه المنتخب، ولكن لما تشوف لاعب مثل محرز من لايستر سيتي الى عملاق انجليزي مثل المان، لما تشوف في غولي ما فعلوا في تركيا، تشوف مستويات لاعبين، اعطي فقط امثله هكذا، تقول ماذا يحدث لنا، نملك نجوم ولا نملك منتخب؟ هاو الشيء اللي قلقنا ويحيرنا كجزائريين، واللي يعطينا امل في نفس الوقت اننا قادرين نحلوا المشكل. اكيد، وشنو هو المدرب يعني المليح؟ المدرب اللي متواضع ومتوسط، المدرب المليح هو اللي يعرف يجبد من اللاعبين تاعو يعني الماكسيموم، هذا الشيء
انا نظن جمال بلماضي يعرف يجبد مع عند اللاعبين تاعو. مشكل المدرب؟ لا انا نعرف انه نقول لك باللي المدرب هذا عنده عنده شخصيه قادر انه يجبد من اللاعبين تاعو يعني اللي رانا نتكلموا عليهم بمستواهم في النوادي تاعهم يقدر يجبد من مصطفى. عندهم يعني انا تفضل النقاش مفتوح. هذه تدخل في شخصيه المدرب، لازم اللاعب لما يجي كل يعني اي لاعب مهما المستوى تاعو في الفريق تاعو يعني مانشستر سيتي او في اف سي بورتو لما يجي للفريق الوطني لازم يلعب على افكار المدرب على شخصية على فلسفه المدرب لانه يعرف انه كي يجي يلعب 100% يعني لما وانا كمدرب نوضعك وين نقدر نستفاد منك نستفاد منك ونطلب منك لان عندك حقوق وعندك واجبات في ارضيه الميدان. واش عندك دير بالكره ولما بعد تضيع الكره اللي شاهدنا انه في المباريات الاخيره وعند مدة عنده عامين أنه حتى لاعبين من ناحية الهجومية ممكن ممتازين لكن لما عبد الله شوف متأكد من حاجة الانضباط التكتيكي مع جمال بلماضي والطاقم تاعو يكون هذه النقطة اللي تكلمت عليها أنا أنه ممكن تكون ردة فعل إيجابية غدا إن شاء الله إن شاء الله متفائل سيوبي. أنا أعتقد أن غدا يعني مباراة الغد هي مباراة رد الاعتبار لأنفسهم للاعبين أولا ثم للشعب الجزائري ثانية. ماذا تتوقع أن يقول بالماضي قبل خروج اللاعبين من غرف الملابس؟ نظن راح يكون يعني صار تأكيد يعني يحفزهم أنه هم اللاعبين اللي يعني مباراة تاعهم ينجموا يفوزوا بال 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 بالنتيجة ينجموا يكونوا يعني أول مباراة تاعهم فوز لأنه باش يعطوا ثقة للجمهور الجزائري أنه راح يكون كلام تحفيزي وممكن تكون هذيك هي الرسالة اللي عبد النور ولا سمعت يعني تصريحات تاع المدرب في عند وصوله إلى بونجول قال لهم أنه أنا جايين نفوزوا هو بهذه الرسالة دي حوس يبحث على رسالة يوصل الرسالة للاعبين تاعو يقول لهم باللي أنا جيت هنا باش نفوز أنا جيت هنا باش يعني الصورة تاعو لازم يوصلها للاعبين والرسالة تاعو يوصلها للاعبين باللي الفريق الوطني يجي للغومبيا اون كونكيرون يعني يجي يفوز بالنتيجة. تفضل سيوبي تفضل. إيه ولكن مش هو اللي يلعب فوق الميدان اللاعبين اللي يلعبوا فوق الميدان مش رسالة هو يوصل أكيد اللاعبين هما اللي يلعبوا لكن للتحفيز يعني نفس التصور سواء المدرب واللاعب لعب لما يشوف انه الفكره يوبي مهمه إيه؟ نخسالك بشكل إيه؟ ونطرحالك بطريقه إيه؟ اخرى يقولك المدربين تغيروا كان الكاراس إيه؟ كان ليكاس إيه؟ كان ماجر الان جاء بالماضي عندنا مشكل في المدربين تغيروا ولكن ايضا اللاعبين هل مشكل في اللاعبين لذلك الان اللاعبين لازم ينتفضوا هذا واش تكلمنا رده فعل قبيلة تكلمنا على رده فعل لان خلاص المدربين مشوا كثير حان الوقت للاستقرار للاستقرار هذا هو المدرب خلاص يعني ما نزيدوش نزيدوا نستغناو على المدرب هنا كلمنا انه الكلمه تاع رده فعل يعني كلمه كبيره وفيها بعد كبير هذا هو الشيء انه غدا على ارضيه ميدان صح ماشي بالماضي راح يلعب لكن اللاعبين يعني ينتفضوا ان شاء الله ينتفضوا هذا هو لازم هذا الشيء هذا ما نتمناه طبعا بالماضي دوره سيكون في اختيار التشكيله الاساسيه سيكون دوره ايضا في التغييرات سيكون دوره في الاختيار التكتيكي ايضا كريم حتى تشوف القائمه انه يعني اللاعبين اللي واجدين اللاعبين اللي عندهم المنافسه هما راهم موجودين يعني شاف خاصه المباراه الاولى اللي حب يبدا بها بالماضي يعني اللاعبين اكثر جاهزيه يلا طبعا الكلام نتكلم هكذا لأن كل الشارع الجزائري يتساءل حاولنا أن نعطيكم صورة ولو مقربة خاصة بكواليس المنتخب بالمعطيات بكل واقعية طبعا بنبرة تفاؤلية طبعا لأننا هو منتخبنا لا نملك منتخب آخر هو الذي يسعدنا هو الذي يفرحنا بكل بساطة سئمنا في المدة الأخيرة من هذه التعثرات لأن ما يدخله من فرحة قلوبنا شيء مميز وخاص ماذا تكونك غدا؟ أنا والله متفائل جدا لأنه نعرف جيدا الناخب يعني دارك أنه وش يقدر يجيب المنتخب الوطني دارك أنه على الأقل أنه يعني يكون لو كونتوني داخل الميدان يعني ما راش أنه خرجوا فارغي الأيدي ما نتكلمش عن النتيجة نتكلم على النتيجة تهمنا وما تهمناش نعم نتكلم على وش راح يمدوا اللاعبين في هذه المباراة هذه لأني مهم لازم الفريق الوطني يعاود يرجع الروح تاعه والتعايش الجيد ما بين اللاعبين داخل المجموعه. تشاطر الراي؟ تشاطر الراي انا غدا انتظر يعني نشوف الفريق الوطني يعرف يسير مباراه خارج الديار،
في افريقيا. غدا ان شاء الله نشوفوا هذا الفريق كيفاش يفرض شخصيته على الفريق الكومبي، وممكن يعني يكونوا اهداف ان شاء الله. سيو بملامح وجهك متفائل؟ يلا. نعم كريم، مشات الرئيس الزملاء، وحتى من الناحيه التحكيميه، يعني من ناحيه التحكيميه التحكيم من لا راك مركز معايا كثير اليوم، وحتى الطاقم التحكيمي من المغرب العربي من تونس الشقيقه، من انه السيد يوسف الصيري يعرف جيدا المنتخب الجزائري، يعرف جيدا اللاعب الجزائري، عقليه اللاعب الجزائري، وبالتالي انا ما نظنش اللاعبين يعني تاثروا ولا يخافوا التحكيم. عنده خبره؟ نعم عنده خبره، درى عده مرات لاعبين الجزائر وخاصه النوادي الجزائريه وحتى المنتخب الجزائري درى في المرات. لا يتردد في الاعلام. نعم صارم، وخاصه عندما يكون التحكيم عربي من المغرب العربي، يعني اللاعبين الجزائريين ما يخافوش يعني اكثر ما يكون من افريقيا. صح، يحتاجوا للحمايه اللاعبين لانهم مهاريين، ان شاء الله ما يهتموش بالتحكيم، يهتموا باللاعب. شوف كل الظروف مهيئه للغدا، تكلم شوماني انه الامطار وما فيش رطوبه، وزاد سيوبي تكلم على التحكيم التونسي، هذا كل يعني ظروف تبشر بالاخر باش الفريق الوطني ما عليه الا لاعبين تكون ردة فعل وتركيزهم، ولما لا الرجوع بالنقاط الثلاثة. إضافة إلى كل ما قلتموه، ملايين من الجزائريين وراء هذا المنتخب، الإجماع، كل الإجماع من التقنيين، من الفنيين، من المسؤولين، لأن جمال بالماضي هو الخيار الأنسب لهذا المنتخب، جاء في الوقت المناسب. الكلام عن استجابة اللاعبين، الكلام عن عودة الروح، إن شاء الله نريدها أن تتجسد فوق أرضة الميدان. تكلمنا سنصمت وبعدها نترك المجال لأرضية الميدان وحقيقة الميدان، ونعيش المباراة كمناصرين قبل أن نكون كإعلاميين. وغدا إن شاء الله في هذا الأستوديو أيضا يأتي زميلنا مسعود شيشة من أجل أن يتحدث عن ما بعد المباراة، ولكن إن شاء الله بي على وقع الفرح. مصطفى نتمناو أن منتخبنا يكون في أحسن أحواله، لما لا يعود بثلاث نقاط. ثلاث نقاط راح تعطينا الهدوء، وتعطي الهدوء داخل المجموعة للناخب الوطني حتى لكل الجزائريين. المنتخب يهم، ولكن الكرة ليست منتخب فقط بل هي النوادي، لأنه كما هو جميل أن يكون عندك لاعبين محترفين في مستوى متميز، ولكن جميل أيضا أن تكون لديك بطولة مميزة. لدينا بطولة نتابعها بإيجابيتها بسلبيتها، واليوم رضوان سنتابع المحترف الأول موبيليز بعدما تم تأجيل مباريات المحترف الأول إلى الاثنين والثلاثاء. من أين سنبدأ يا بلال بوعاصم؟ سنبدأ من سكيكدا، سكيكدا التي لم تبدأ بعد موسمها، أقول لم تبدأ بعد موسمها لأنها كانت متعودة على لاعبي الأدوار الأولى، الملعب لم يعد يكتظ، النتائج ليست مثل نتائج الموسم الفارط، تعثرت مرة أخرى هذه المرة أمام المدرسة الوهرانية جمعية وهران. بوساكر علق على المباراة. كرة ولكن رفيق ما لحقش عليها، فرصة حقيقية لفريق الشبيب سكيكدا، بعد خطأ من بن عريبي استرجع فريق الشبيب الكرة، وبقية الأنصار انطلاقة الآن دريف داخل منطقة العمل، دريف يرجع كرته العرضية، فرصة مجال التهديف، هاي أخطر فرصة من دريف، توغل دريف وزع كرة في القائم الثاني ولكن لم يلمسها. هذه الكرة رأسية المدافع وبين أحضان الحارس قاسم شوفيان، تقريبا المحاولة الأولى أول مرة يصلها، والحكم في هذه الآونة حصل يعلن عن نهاية المرحلة الأولى لتعادل الفريق. الشوط الثاني الذي ينطلق في هذه الآونة ضربة انطلاقة لفريق جمعية وهران، بعدما تركنا الشوط الأول متعادلا بين الفريقين 0-0، ننتظر الشوط الثاني ربما يكون أكثر إثارة وأكثر محاولات هجومية وأكثر فرص وأكثر ندية مقارنة مع المرحلة الأولى، مع أول محاولة من جانب الشبيبة تخطر جانب فريق الجمعية، دريف يوزع كورتو، ماذا ضيع هذا اللاعب؟ ماذا ضيع هذا اللاعب؟ فرصة سانحة. هذه المحاولة وهذا العمل الهجومي من جانب فريق شبيب سكيكدا، كرة طويلة ناحية دريف عليها دريف 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 دريف، دريف. 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 دريف.
فرصة خطيرة والحارس علي يتعلق في هذا المرود يرفع كورته رأسية بجانب رأسية وفرصة من حداد ذاك الممتاز دريف في آخر محاولة دريف بدأ يقول هاكم يقول في خطأ يقول في خطأ بدفاع جمعيته هذا انطلق سنشاهد سنشاهد هنا ضد الحكم حنصال بالفعل الحكم حنصال يعلن عن نهاية المباراة بتعادل الحكم حنصل إذن أعلن عن نهاية هذه المباراة ماذا يحدث لنوادينا ناديين بعد لحظات سنتحدث عن نادي آخر شبيب تسكيكدا وشبيبة بيجاية بشكل آخر شبيبة تسكيكدا تلعب من أجل الصعود موسم فارق الفريق يتغير بشكل رهيب المدرجة تصبح شاغرة وكأنه ليس نفس الفريق المدرب معاقب في المدرجة كيف نفسر هذا لمدينة تتنفس كرة القدم وتريد العودة بسرعة إلى الواجهة أكيد شفنا ثلاث سنوات الأخيرة تقريبا شبيبة تسكيكدا لعبت كلها على الصعود تغيير جذري لكل لم أتعرف على الفريق كل تعداد 23 لعب طاقم فني كل يعني كل شيء تغير كاين الا في الجزائر اللي يتغير نادي يتغير فيها كل اللاعبين حتى بعصا سحري ماكش قدر لا صعب حتى بدايه وبدايه تحضيرات متاخره تحضيرات جد متاخره نظن انه هذا لا يصب في صالح الفريق حتى الطاقم الفني وجد صعوبه في تشكيل يعني التشكيله الاساسيه شفنا يعني خير مثال هو يعني اللاعب اللي خرج اضطراريا في الدقيقة العاشرة نظن على إثر يعني إصابة تشوف أن الإصابات تكثر داخل ما بدأ التحضيرات في الوقت المناسب أكيد 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 هذا الشيء هذا يمشي يعني في غير صالح فريق اسمه شبيبة تسكيكدا الطرف الثاني عبد النور جمعية وهران كل موسم تبدأ بقوة مرحلة العودة تراجع النتائج هل هذه العقدة وهذا المشكل أو شيء آخر سيجد له منير زغدود الحل كريم قبل ما نجاوب لك على جمعية وهران خليني نحكي غير برك نفتح قوس على شبيبة تسكيكدا حتى نقسموا الوقت لأنه حتى المناصرين يحسبونا بالوقت يقول لك تكلمت كثير على الفريق ما تكلمش كثير على الفريق غير برك في عجالة كريم تفضل شوف باللي كرة القدم أصبحت علوم دقيقة نعم من غير نتيجة المباراة اللي ما ليش علوم دقيقة يعني لما تلعب تكون فريق ضعيف تصطدم بالعارضة الحكم ينحيلك ضربة جزاء يعطيك ضربة جزاء لما ما تحضرش تبدأ متأخر تبدل 100% تاع اللاعبين ما كاش استقرار في الطاقم الإداري في الطاقم الفني تبدل اللاعبين تبدأ 15 يوم على البطولة ها وش يعني ما تبدلش حاجة بك ايه الجمهور ما تبدلش هذا الشيء ما تنجمش تدير نتائج ممكن تفوز مباراة ممكن تفوز بجوج مباريات لكن بعدها وصول لنهايه البطوله ماهيش حكر حتى نكونوا صراحه ماهيش حكر على شبيبة تسكيكدا لا هذا المحترف الاول موبيليز عندنا نوادي كبيره غير طش اللاعب زيد نقول لك حاجه ثقافه وعقليه غريبه جدا كاين بعض الفرق ما عندهاش حتى مسيرين عندها مرافقين اسم شوف وين الحقنا وين ما كاش مسير اسم مسير حاجه كبير كاين مرافق هذا الشيء اني كي تكلمت انا مثال اسكيكدا كاين بزاف فرق في القسم الثاني ولا في القسم الاول بالنسبه نعاود نرجع لك سؤالك لجمعية وهران يعني الاهداف دائما يتكلموا انه يلعبوا على الادوار الاولى خاصه هذا الموسم ممكن انتداب بنتيبا بالرمله ميباركي لاعبين اللي عندهم امكانيات وعندهم تجربه تشعر ان الهدف هو الصعود ممكن مع انتداب منير زغدود مع الطاقم الفني تاعو لكن الامكانيات اللي ما ينجموش يمشوا بها بعيد يعني ما عندهمش امكانيات ماليه وخاصه ما عندهمش قاعده جماهيريه كبيره اللي يعني تكون في اوقات الحرجه بالنسبه لفريق جمعيه وهران فريق مكون مباريات كبار ممكن لما نروحوا نشوفوا في ملعب زبانه يلعبوا مع فرق ممكن الفريق الزائر يكون جمهور فريق مكون هو فريق مدرسه, لذلك لهذا نعود لك سؤالك انه يعني في نهايه الموسم ما يحقوش الهدف تاعه ولكن محبي الجمعيه يعرفون جيدا كره القدم ولديهم جمهور من نوع خاص سيوبي لا ادري رضوان اذا كانت لقطه ضربه الجزاء والتبويه او ما حدث في تلك اللقطه في المباراه لما تحضرها هاي لك سيوبي تفضل
هنا كريم شوف الحاكم كان قريب صفر مباشرة. هنا شوف ما فيش ها هنا لا وجود لاحتكاك لا وجود لخطأ خلا كان فيه عملية تمويه. شوف شوف اللاعب شوفها شوف الكرة مش عمل الحكم أنا سيوبي الحكم صفر ضد اللاعب التمويه ضرب ضربة مخالفة 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 وليد ما فيش ليد لا يوجد هناك اي شيء في اليد سيوبي ما مسوش ما لمسوها وبالتالي الحكم صفر اعلن على التمويه على مخالفة. خلي لي هذاك الاخ خلي لي اليد رضوان عاود لي اليد ها اليد ابنو لا عادي احتكاك عادي ما زال مصطفى لا كنت خدم هي احتكاكات ما فيش ليد كيف غيره انا وبالتالي صفر ماشي كرة السلة كرة السلة كرة الرجال وحتى يسافي احتكاك لا عادي انا الحكم اعطى البطاقة اعطى التمويه تريفل اذا كان محقا في قرار وبالتالي لا لا محق وحتى البطاقة الصفراء كانت في محل اللاعب نعم للاعب الذي قام بعمل تمويه يعني يريد تغليط الحكم وبالتالي قرار صحيح بكل صراحه مباراه يعني نظيفه وحتى التحكيم كان نظيف لانه ما فيش اخطاء او حالات تحكيميه الا باستثناء هذه الحاله فيها عمليه تمويه وبالتالي الحكم كان بالمرصاد صفر ضد اللاعب الذي قام بعمل التمويه واشار له بطاقه صفراء قرار صحيح ومسيء وانت ايضا حاضر ومركز كما ينبغي الى حد الان في هذه في انتظار اللقطات التي تاتينا بعد لحظات ونكتشفها سويا. الى اين نذهب يا بلال يا ابو عاصم؟ نذهب بلا ملعب جميل تم اعاده افتتاحه بعد غلقه لمده 3 سنوات تحفه حقيقيه لمدينه تحب كره القدم. الترجي اليوم ترجي مستغانم الذي لعب لديه ميراكش هكذا يا مصطفى كان يملك مجموعة متميزة في وقت مضى أمام مدرسة أخرى تليمس لعبة في اليوم أمام اتحاد الحراش غيريزان أيضا الفريق الذي غادر المحتفى أولموبيس منذ فترة قليلة. ماذا حدث في هذه المباراة شعبا على الأقل على المواجهة؟ ربما هي كلها عوامل تؤثر فيها سريع وكرة ممتازة ممتازة هذه الكرة والحكم السيد فاروق ميال يقول ضربة جزاء لصالح سريع غليزان. الحكم فاروق ميال كان قريب من اللقطة يقول ضربة جزاء لصالح سريع غليزان في هذه اللحظات في الوقت اللي كان ترجي مستغانم يرمي بكل ثقله ناحية الأمام علاق أمام الكرة علاق يتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح سريع غليزان في الحركة الجماعية لهذا يفقدوا ذاك التركيز وذاك الانتباه وكرة من هناك وفيش وضعية تسلم فيش وضعية ربما ثاني لصالح سريع غليزان يتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق المنور عبد الملك يتمكن من تسجيل الهدف الثاني إثر هفوة دفاعية في صفوف ترجي مستغانم يتمكن على إثرها المهاجم الشاب صاحب 21 سنة من تسجيل الإصابة الثانية في ركنية ربما حتكون آخر محاولة لصالح ترجي مستغانم خلوا فيه تسديدة أرضية والهدف الأول لصالح ترجي مستغانم يتمكن من تقليص النتيجة بعد كرة ميتة من منصور المدافع منصور الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح سريع غليزان. ترجي والمحاولات الأخيرة الآن لعب البديل والتوزيع بهدف في الدقيقة الأخيرة من زمن هذه المرحلة الثانية فهو هدف في الدقائق الحاسمة يعني يجعل من التعادل بطعم الفوز والانتصار. عبد النور كريباز الآن نحن في الجولة الخامسة بعد 5 جولات لما تشاهد ترجي مستغانم هل هو فريق سيلعب من أجل الصعود أم من أجل من بقى؟
يعني تشوف على حسب المستوى تاع القسم الوطني الثاني يعني حقيقة ممكن كنا نتوقع أنه راح يكون مازال يعني كنا نتوقع يكون فرق كبيرة ويكون فيها يعني مستوى يعني ينجم يلعب الصعود فريق الترجي. تشوف باللي فريق هذا اللي فاز في سكيكدا، فريق اللي فاز في العلمة، الفريق اليوم اللي كان تشوف العقلية وعنده الروح هذا الفريق هذا يا تشوف اليوم يعني سجل في الوقت بدل ضعيف الشوط الاول ورجع في مع الاخير في الهدف التعادل. اللاعبين عنده لاعبين بن بغيت عنده لاعبين يعني عندهم مستوى لاباس به يعني امكانيه بالعربي اللي كان في مولوديه وهران يعني عندهم كل الامكانيات والملعب يعني مش العشب العشب الطبيعي شيء يعني عنده كل الامكانيات في صالح هذا الفريق اللي ممكن يكون مع يلعب على الادوار الاولى لما لا. وشاهدنا انه يعني وراي ولات عاده كريم الفرق كاين كثير اللي طلعت الفرق اللي طلعت من الهاوي وطلعت القسم الوطني يعني العديد من يعني ممكن يكون لما لا يكون انا نظن يكون من الخمسه الاوائل. سيوبنا نحتفظوا بتكهنات طبعا اليوم يتكهن كثير ويتوقع كثير وعنده ثقه كبيره طرح لك نفس السؤال وعلى الطرف الثاني وهو سارة غليزان. غليزان يعني نعود لك شويه كريم غنتيكرو شي برك متاخر الفريق كان متاخر كريم بهدفين في ارض ميدانه وغير منهزم في المباريات الاولى فايز بمباريات خارج الميدان يعود في النتيجه في الدقائق الاخيره يعني هذا يفسر انه الفريق عنده شخصيه وعنده امكانيات قادر انه لو يكمل بنفس الديناميكيه نظن انه ترجي مستغانم يقدر يلعب على الصعود. لكن الجهه اللي راح نطرح لها السؤال لكن في كل مره لما نطرح سؤال لمازا بنور عنده في الطرف الاخر لازم نختار قبل ما نطرح سؤال سيوبي لازم تعاون لي شويه لكن بهذه الطريقه ساعة ونص ما تكفيناش يعني لكن في الجهة المقابلة كريم في بضعة ثواني نظن في الجهة المقابلة سريع غليزان بسبع نقاط ومردود لازم نتكلم على مردود يعني في المستوى يقدر يعود في على أرض ميدانه نظن أنه الفريق ما تغيرش بنسبة مئوية كبيرة عنده تقريبا نفس اللاعبين و يعني من جهة فنية سريع غليزان عنده إمكانيات يقدر يعني يلعب على الصعود. دعنا نذهب إلى نادي وضعيته مشابهة لشبيبة سكيكدا ولو أنه بمعطيات مختلفة. شبيبة بجاية تتعثر اليوم فوق أرض ميدانها أمام رائد القبة أشياء حدثت بعد نهاية المباراة. زميلنا رفيق تودف كان حاضرا هناك وأرسل لنا هذا التقرير. استقبال شبيبة بجاية لرائد القبة كان بمعطيات وأهداف مشتركة أقلها البحث عن نقاط المباراة لنسيان التعثر المر لأصحاب الديار بعنابة وتحسين المشوار المتذبذب ومن جهة أخرى إيجاد التوليف الأمثل للضيوف ومحاولة تذوق طعم أول فوز خاصة وأنهم محرومون من التوجيهات المباشرة للمدرب سليماني. الشوط الأول ورغم أفضلية شبيبة بجاية من حيث صناعة اللعب ونسج الهجمات المتتالية إلا أن نقص التركيز وضعف التناسق والانسجام حال دون إحداث الفريق المنشود وهز شباك أحمد شويحة فضيع بن منصور وبن مسعود وخلاف وكذلك فعل بيتاش وغانم. الضيف رائد القبة من جهته تمركز في الدفاع ولم يبحث كثيرا عن الفرص ما عدا في واحدة متاحة لا أكثر كانت هي الأخرى ضائعة وانتهى الشوط على البياض. نتيجة لم تتغير حتى خلال الشوط الثاني رغم أنه لعب تقريبا على مساحة الرائد لصالح الشبيبة. هذه هي الأخيرة لم تحسن استغلال الكرات ولا حتى استغلال الأخطاء الممنوحة. في الدقيقة 78 طالب لاعبو الشبيبة بركلة جزاء ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. لقاء أبلى من خلاله رائد القبة بلاء حسنا بإعلان نسيب عن نهاية المواجهة ونقطة لكل فريق. خامسة مرة للجياسمبي وثالثة للقبة لكنها بطعم الفوز. نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها ونشكر الجمهور دائما اللي بقوا فيه وتلقى بعدد كبير لمدينة بجاية يعني هذا يبين باللي هذا الجمهور وضع فينا ثقة. احنا كما يقولوا المدرب اللي معايا الشيخ سليماني واضعين ثقة في اللاعبين هذوما وكنا مأمنين برواحنا باللي نجيبوا النتيجة. رائد القبة يملك لاعبين انا نقولها للجمهور باش الناس كنت تعلم بلي عنده لاعبين ذوي خبره ولاعبين اللي يلعبوا في مستوى عالي
مالوريزمون بدينا تحضيرات متاخرين في التحضيرات 10 ايام قبل بدايه البطوله، ثم تفاجأنا بعدم تقديم الاجازات. يعني المشكل هذا من كما يقولوا مشكل ككل الفرق. الجوله الرابعه لعبنا رغم التعادل الايجابي، احنا الفريق كان منهار بدنيا باسكو تحبوا لا تقرا، لعبنا كره ضد فريق اللي يلعب اربع مقابلات. احنا امنا في روحنا وبقينا نخدموا ومؤمنين بالفريق هذا، وبرب ان شاء الله الفريق تاع رائد القبه راح يدير يمد كلمه كبيره في الدوري القسم الوطني الثاني محترف. طبعا رائد القبه بعد تاهيل لاعبيه فرض التعادل على شبيبه بجايه. ماذا يحدث داخل البيت الجوي والاخبار التي تتحدث عن انسحاب او رحيل المدرب مصطفى بالسكري؟ سنحاول الاتصال بعد لحظات بنائب رئيس الفريق السيد فيصل العلوي من اجل ان يفيدنا بما يحدث وهل صحيح رحل بالسكري. ولكن قبل ذلك فقدت معالمي منذ لحظات ونسيتك يا سيوبي بخصوص لقطه ضربه الجزاء لترجي مستغانم، هل كانت الشرعيه؟ نعم سنشاهد اللقطة هاي سيوبي لغريزان، هل كانت شرعية أم لا؟ هنا نعم شوف الحارس مباشرة ما لعبش الكرة، راح مباشرة اللعب. هنا ضربة جزاء صحيحة، شوف اللاعب راح، شوف الكرة راح، شوف الحارس راح مباشرة، لقطة واضحة ضربة جزاء لا نقاش فيها، شرعية لا نقاش فيها. شفنا أربع أهداف كلها صحيحة، تحكيم للسيد ميال فاروق بمساعدة كل من سلاوجة عمار وشبه لسمير، مباراة نظيفة وتحكيم نظيف. نظيف، سألنا حالة أخرى تحكيمية بالنسبة لشبيبة بجاية ستكون جاهزة بعد لحظات، إذا ننتظر بلال ورضوان، ننتظر الحالة التحكيمية وننتظر الاتصال الهاتفي أيضا بالسيد فيصل العلوي. يلا نبدأ بالحالة التحكيمية لأنه الكثير كان يطالب بضربة الجزاء في طبعا لشبيبة بجاية. يا سيوبي نشوف اللقطة، وهنا سأستعين بك يا سعد نور كريبازا وبمازا لأن اللقطة نوعا ما بعيدة جدا. سنحاول، هل يمكن بالزوم نقرب الصورة أكثر بلال ورضوان؟ نحاول سويا طبعا لما تكون هكذا المباراة بكاميرا واحدة، نحاول السيوبي نحاول قدر المستطاع نكبر الصورة، نحاول أن نتشاور جميعا. إذا كان هناك ما يمكن أن نقوله بكل واقعية وبكل حيادية، وإذا كانت اللقطة غامضة نقول غامضة ولا نلام. حسب الصورة كريم والله لقطة غامضة لانه ما تبانش يعني العرقله ولا تبان، يعني شوف الصوره كانت بعيده شويه غير واضحه. زملائنا يحاولوا تكبير الصوره. شوف ما شاهدناش هل في عرقله، هل في عقرب سيوبي الرجل للرجل ام سيوبي. زملائنا التقنيين يحاولوا تكبير الصوره لنحاول سويا. عبد النور ماذا ترى من الوهله الاولى هكذا؟ والله انا نشوف فيه نوعا ما لمس تاع المهاجم، فيه نوعا من لمس المهاجم لما كان يعني جالس. خلينا في انتظار ذلك، ماذا تقول مصطفى على رائد القبه؟ نقطه مهمه من ناحيه المعنويه بعد البدايه الصعبه. اكيد كريم نقطه مهمه بعد استرجاع كل اللاعبين خاصه اللاعبين المنتدبين، نظن انه نقطه مهمه من ناحيه المعنويه لرائد القبه ويكمل المشوار تاعه في الرابطه الثانيه، ولو انه ما نقدرش نتكهن قبل يعني نهايه المنافسه. نظن انه رائد القبه عليه انه يلعب من اجل البقاء لانه امكانياته ماهيش امكانيات كبيره. طبعا لا ادري رضوان هل نعود الى الحاله ام نتصل بسيد فيصل العلوي ام ماذا نفعل؟ نتصل اذا كان جاهزا معنا السيد فيصل العلوي لناخذ المعلومه من مصدرها. هكذا سيد فيصل العلوي اهلا مرحبا. مساء الخير كريم ومساء الخير للزميلتي تاعك. طبعا سي فيصل بعد هذا التعادل والتعثر انتشرت اخبار بخصوص المدرب السكري رحيله واستقالته، مناوشات بينه وبين الانصار، ماذا حدث بالضبط سي فيصل؟ على كل حال كي خلصت المباراه الانصار يعني من حقهم كانوا شويه زعفانين لاخاطش كانوا يستناو اكثر من الفريق. المردود تاع الفريق يعني كان ناقص شوية اليوم، وفي بعض المقابلات اللي فاتت ما عدا مقابلة ربما النابة اللي الفريق يعني لعب مليح كانت هناك مناوشات، بصح مناوشات في حدود يعني عادية، يعني ماشي مناوشات كما يعني كانت ماشي حاجة كبيرة. ولحد الآن يعني احنا يعني ما رينوفيل نوتر كونفيونس بسكري، يعني ما كان حتى مشكل مع الإدارة ولا مع ما تلقينا حتى حاجة من عنده وما تكلمش معنا وما كان حتى مشكل.
رفض الإدلاء بأي تصريح بعد المباراة، لم تلتقي به فيصل أو الرئيس؟ لا لا، على كل حال كي تكون هكذا النتيجة سلبية يفو ميو الإنسان عشو ما يعني ما نقدروش نتكلموا مع بعضنا بزاف، مي يعني الفهم يعني هو يعني يغضب أكثر من النتيجة، ما غضبش على الجمهور يعني النتيجة طبعا. ما ولا مردود اللاعبين ربما اللي ما كانش في المستوى، وزاد هذيك لا غوت كافي دي بورد الفاز سي ان بو لو بوبليك، مي بوبليك سي ان بوبليك نو افون ان بوبليك بلاك لان دي بلي جونتي اون الجيري. مادام تكلم على الجمهور فيصل، نعرفك صريح، انت تعرف فريقك وتعرف تشكيلتك وتعرف جمهورك، هل انت مقتنع بان هذا الفريق سيلعب من اجل الصعود؟ وهل تقول هذا للانصار مجرد فتره فراغ ام انه عليه يصبر على هذا الفريق؟ على كل حال احنا كي قلنا مع الاول بدايه الموسم كنا نلعبوا على البقاء، ما كناش نلعبوا على الصعود باش نتفاهموا، لكن على كل حال عندنا فريق يعني مع الوقت لو كان يعني نكثروا الجهود ان شاء الله ونوقفوا مراه الفريق هذا يقدر يروح بعيد في البطوله. عندنا فريق، شفنا الفرق يعني هم يعني شفنا عنابه شفنا تلمسان شفنا هم على بالهم ما مستوى متقارب يعني فازوا علينا بديطاي وبأخطاء تحكيمية، ما فازوش علينا يعني في الميدان بطريقة يعني يطاي يمرون بون جو بارل دو عنابه بون تلمسان سيتي ماتش ولي تي اكيليبري بريزي. ومازال عندنا حالة تحكيمية هنا فيصل، مازال ما قدرناش يعني نتعرفوا عليها بالضبط لأن اللقطة غير غامضة، الصورة غير واضحة بالضبط، نحاول مع زملائنا التقنيين قدر المستطاع. شكرا لك السيد فيصل العلوي، بالتوفيق لك ولشبيب الجهة. مشكورين ونشكركم يعني العفو، بالتوفيق بالتوفيق، شكرا. رضوان بلال، نعود الصورة مكبرة الآن، سيوبي نحاول قدر المستطاع في هذه اللقطة في هذه الصورة بعد مجهود زملائنا التقنيين، هكذا ركز معايا عبد النور وركز معايا سيمازا، نشوفوا انطلاق الكرة، أعطينا انطلاق نعود البداية. لا هذا ما لدينا كصورة، هنا نبحث عن الاحتكاك، ماذا حدث عبد النور؟ ماذا ترى؟ ننظم فيها والله حسب وضعية اللاعب حسب وضعية المدافع استعمل الرجل، شوف استعمل رجله فيه الاحتكاك، يعني فيه احتكاك، فيه يعني مخالفة على المهاجم، يعني فيها ضربة جزاء. شوف كان قاعد هكذا يديه من اللور وبالتالي استعمل رجله باش يعرقل المهاجم، يعني وبالتالي ما دام ولا عقله في ضربه جزاء، ضربه جزاء فيه لمس، فيه لمس مصطفى. نعم فيه رفع الرجل، رفع الرجل اللي هو لمس الرجل المهاجم. نعم. شكرا لكم، شكرا كثيرا لزملائنا التقنيين على هذه المجهودات. طبعا هكذا نحاول حتى اللقطات تاتينا هكذا على المباشر، ونحاول قدر المستطاع حتى نقدموا التحليل بواقعيه وبحياديه. ماذا قلت لي يا رضوان من كان صاحب هذا المجهود المميز الذي نحييه بالمناسبه؟ نذهب الى ماذا وصل الى، وصلت صور البوليدا. لم اسمعك جيدا بلال، ماذا وصل؟ وصل زميلنا، عاد زميلنا يوسف رزيق وأصبح الملخص جاهز الآن. مباراة عاد من البوليدة طبعا مباراة انتهت بالتعادل السلبي أمام من عبد النور؟ أمل بوسعادة 0-0. يوسف رزيق وفصل. في هذه المباراة استرجع اتحاد البوليدة لاعبيه الأكابر وحضرت لمساندة الفريق السلطات الولائية والمحلية. البداية كانت لأصحاب الديار أمام فريق الأمل والسعادة المنظم والقوي خاصة في الخط الخلفي، ليفشل هدف في التهديف وفتح باب التسجيل. أمل بوسعادة رد بكرة ثابتة بعدما استفاد من ركنية لم تأتي بالجديد. الأمل عاد من جديد القرنازي في سلسلة من المراوغات اختتمها تشيكو بتسديدة خارج الإطار. أخطر فرصة في الشوط الأول كانت لصالح اتحاد البوليدة، ركنية حرباش اشترك في تسديدها برأسية بن شنانة أولا ثم هادف ثانيا لتخرج الكرة بعيدا عن الشباك، ولينتهي الشوط الأول كما بدأ دون غالب ولا مغلوب. في الشوط الثاني حاول أمل بوسعادة أن يلعب الهجمات المعاكسة
كرة غزالة لم يصل عليها جبال ولا القرنازي. بن شنانة من جانب الاتحاد منح كرة جميلة لبوزيت الذي منح بدوره الكرة للا أحد في الهجوم. ركنية ملعوبة بطريقة جميلة بين حرباش والكبوب ورأسية محمدي تعلو المرمى. في الدقيقة 60 كرة طويلة من دفاع الأمل، خطأ فادح لدفاع الاتحاد عندما ضيع براهمي الكرة، لكن تسديدة جباي كانت منقوصة من الدقة ليعود اتحاد البليدة بلقطة جماعية جميلة وكرات قصيرة ومراوغات أمتعت الجمهور وتفاعل معها كل الحضور الذي طالب بلمسة يد داخل منطقة العمليات، وهو ما يعني المطالبة بضربة جزاء. وهذه هي الإعادة لمرتين للتأكد من شرعية أو عدم شرعية هذا القرار. أخطر لقطة على الإطلاق في المباراة عندما تلقى الكبوب كرة جميلة أمام الحارس متحزم ولم يسكنها في الشباك. الاتحاد حاول من جديد لكن لم يجسد الفرص. وفي هجوم معاكس باغت القرنازية الجميع ما عدا الحارس بوطاقة الذي كان حاضرا للتصدي لمحاولة الأمل، لتنتهي المباراة دون غالب ولا مغلوب وكما بدأت بنتيجة 0-0. على العموم نقول سي تام ماشنول يعني الخطره هذه نقولوا كي طابلي فوا ركونات بارابور لي ماتش الاخرين. اللوم عليكم انتم برك في على الاذاعه نتاع الثالثه هذه. في المقابله قدام اتحاد عنابة كانت فيها هدف وعدني الزميل نتاعكم باش ينعتوا الجمهور، ما نعتوش اليوم. اليوم ثاني نظن كانت فيه ضربه جزاء، حتى الحاكم يعني اثر نوعا ما في بداية المقابلة، كانت تدخلات خطيرة يعني، وحتى اللاعب قتال أصيب في النف ما عطاهمش دي زافيرتيسمون، بدا بنتاعي دونك كالكو بار يعني إنسان اللاعب كيدي افيرتيسمون يخاف على يدي الثانية، دونك كاين دي زافيرتيسمون يعني مجانية. على العموم نظن ما نقولوش لاربيت مي احنا ثاني اون بايت يعني دون لو كو. الحمد لله نشكر سما صحابي والمدرب ولاكور صحابي المجهودات اللي داروها، والنقطة هذه كنا نستاهلوها وكنا قادرين ثاني نوليو ثلاث نقاط. ان شاء الله نكملوا في النتائج الايجابية هذه ومازال ان شاء الله شامبيونات طويلة ان شاء الله. طبعا سي الأطرش من حقه ان يتكلم، من حقه ان يقول هذا الكلام، ولكن من حقنا ان نقول ايضا بانه كم يصعب عليك يا سي الأطرش ان تقوم بتصوير مباراة في ملعب براكني، يصعب لك حتى ان تصل الى المنصة، يصعب عليك حتى انك تحافظ على توازنك في ذاك المكان الذي نملك حتى مكان التصوير. ولذلك لما لا يكون الهدف تأكد بان المصور لم يتمكن حتى من القيام بعمله والمجهودات كبيرة. اتحاد البوليدة كبيرة وتبقى كبيرة، وكم نتمنى أيضا أن نراها في ملعب مصطفى تشكال، لأننا نحن أيضا نعاني كثيرا من الملاعب وضربة الجزاء التي تتحدث عنها سنشاهدها وسنتحدث بواقعية ومنطقية. دعنا رضوان نذهب مباشرة إلى ضربة الجزاء إذا كنت جاهزا حتى نشاهدها. هايلك سيوبي، لا غير واضحة كريم، قدشنا أيضا سنحاول نفس بنفس الطريقة مع زملائنا التقنيين من أجل تكبير الصورة إن أمكن. عدنا الوقت السيوبي حتى نقول الكلام بواقعية ومنطقية. نعم. بالنسبة لاتحاد البوليدة أنا سمعت تقرير تمني يوسف رزيق يقول عروض جميلة، الجمهور تفاعل، يعني بغض النظر عن المشاكل الموجودة في هذا الفريق، بغض النظر عن الإمكانيات وأشياء أخرى، إلا أنه المادة الخام موجودة في هذا الفريق. لما تشوف فريق يقدم لك بدران، يقدم لك غشع، يقدم لك كل هذه الأسماء في هذه المشاكل، يعني عندك الامل. بصح مشكلتك فقط في التسيير، في التفاف الرجال وراء الفريق. نسيت فريوي اللي مشى الى الخارج. انا عفويا فقط لا فريوي مشى للخارج من البليده، مشى للخارج ولكن تذكر عفويا. لا شيء مهم، شيء مهم تتكلم كريم، انه فريق اللي سقط لعب الى او يلعب في القسم الثاني، كل اللاعبين يعني مطلوبين في نوادي. نظن انه يعني ماده الخام مشكل واضح، ماده الخام كاين في بليده كاين، لكن امكانيات ناقصه داخل هذا الفريق هذا، بالرغم
من أو منطقة صناعية. صراحة نعم. لم أكن أريد أن أطرح السؤال لعبد الله ولكن معليش هو الأقرب. هي الواقعية تتكلم حتى أنك ابن فريق ولكن بليدة بهذا الحجم بهذه الإمكانيات حرام أننا ما نشوفهاش مع الكبار. صحيح. وقطعت مصطفى تشكرهم ليس بركني يعني شوف تكلمنا لكن. تكلمنا وأنا كنت يعني عند موسمين كنت في كنت طبعا تفضل تفضل كنت في الفريق وحبينا يعني نديروا فريق لبس به وصعدنا ويعني وتكون النتائج والفريق لازم تكلمنا انه مهزل حتى يعني صوروا لي فيديو انه طبعا الفريق انا وصلت عفوا مضطر لانني الصور تصلنا تباعا لذلك اخذنا وقت في النقاش والان وصلت نصف. لكن قبل ذلك بلال ان امكن تكبير الصوره بعد لحظات نعود للقطه افضل ولكن حتى نربح الوقت معليش نذهب هاي لك الان صوره هاي لك نشاهدها سويا حتى يكون الرأي الأقرب إلى الصواب والرأي من الصعب جدا يا في لاعب مغطي زاوية نعم الرؤية نعم اللاعب هذا مغطي اليد هل لمس الكرة بيده أم لا لأن لما الصورة مغطي اللاعب غطى اللقطة وبالتالي من لا حتى في اللقطة يعني لمست الأرض ولمست يد اللاعب يعني اللاعب ما كانش حاب يعني يمسك ولكن يعني ما شفاش اليد هل لمست لكن لا حتى ولو لمست يعني لا تمسد لا ما ندخلوش في هذا معليش معليش ولكن ما شفناش يا مصطفى ما شفناش لمست لا منك انتك تقصي فيها ولا انا يعني وجبك لا طلبت فقط منك الى لمست لا ما لمستش لا ما تبانش الصوره منك لكن انت ما تخش صلاحيتك تطبق يعني بتقري سينو نقول العكس واش تدخل تجرب نقول العكس لانه على بالي وراه رايح يقصد المعركه لا يقصد المعركه لانه ندب الى ندب لم يبقى لدينا الوقت ندب الى الحراش هو مباراة اتحاد حرش وداد تلمسا مع الزميل عبد الرزاق رمضان. الكل في بيت اتحاد الحراش كان يأمل تحقيق أول فوز للفريق هذا الموسم خاصة بعد تأهيل الأسماء المستقدمة والحضور القوي كالعادة لأنصار الصفراء الذين كانوا الدعم والسند دائما. الضيف هو الآخر اسمه ويدا تلمسان قادم ملعب أول نوفمبر بالمحمدية من أجل مواصلة المشوار والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية فكان له ذلك رغم البداية القوية للصفراء الحراشية ومنذ الوهلة الأولى عواد حاول بالتسديد غير أن الحارس بركي خيري كان موفقا في إخراج الكرة رأسية بعوش أيضا وجدت بركي مرة أخرى خطأ من الحارس بالهاني في إبعاد الكرة استغله جيدا بالحمري ليفتتح باب التسجيل لصالح الوداد حدث ذلك في الدقيقة الثالثة من المباراة هدف زاد من الضغط على زملاء بن عبد الرحمن والرد كان بتسديدة الأمل التي جلبت القائم المد والهجومي الأصفر تواصل وبعد نسيج كروي راق بعوش يهدر فرصة تعديل النتيجة الأولى بكرة خارج الإطار والثانية برأسية لم تثمر الجديد حالها حال رأسية فقير والمرحلة الأولى انتهت بتفوق الزوار الشطر الثاني من المباراة لم يتغير فيه الحال الضغط دائما حراشي لكن الفعالية غابت فيما أشبال فؤاد بوعلي تمركزوا دفاعيا جيدا واعتمدوا على لعب المرتدات وانتظروا أخطاء دفاع أصحاب الأرض بركي مرة أخرى يحرم البديل عياطي من إمضاء هدف التعديل الاتحاد طلب بضربة جزاء بعد هذا الخطأ إلا أن تقدير الحكم عاشوري بأن الخطأ حدث خارج المربع المحظور التنفيذ كان من عواد وكرته مرت جانبية لعب المرتدات من قبل الوداد أتى بثماره وخطأ حراشي كلفه غاليا هدف ثان أمضاه القائد التلمساني واللاعب السابق لاتحاد الحراش الحاج بوغاش الذي أكد تفوق الوداد في هذه المواجهة وبالثنائية Ce qui est important pour nous, c'est essayer aussi de profiter de nos qualités, mais aussi de la faiblesse des autres. Donc aujourd'hui, je pense que tactiquement, on était bon, mais pas trop bon sur le plan technique. Beaucoup de ratages, beaucoup de passes aussi à l'adversaire. Et Inch'Allah, donc il faut remédier à tout ça. طبعا وداد تلمسان يعتلي الرياض الآن ب 11 نقطة رفقة جمعية تشلف معاناة اتحاد الحراش المدرسة تتواصل بسرعة وباختصار
نظن نتكلموا على الفريق اللي مستضيف فريق اتحاد الحراش حسب الصور يعني دار مباراة ضيع عدة فرص ما كان فيه تسرع كبير من والضغط على فريق اتحاد الحراش. بالنسبة لوداد تلمسان الواقعية هذه الواقعية تاع كرة القدم الحديثة لعب على حسب إمكانياته الهجمات المعاكسة سجل هدفين ونظن واقعية الوداد تلمسان هي اللي صنعت الفارق. لقطة كانت واضحة خارج الـ نعم كريم لقطة كانت واضحة في خطأ في مخالفة لكن خارج منطقة العملية خارج الخط وبالتالي قرار صحيح للحاكم السيد عاشوري رفيق. يلا وصلنا أيضا موضوع عمر جمعي الخاص بمباراة مقرى أمام من عبدنا ملودية العلمة تتابع وتركز. يلا نشوفوا الموضوع سويا. يبدو أن أنصار نجم مقرى الذين كانوا حاضرين بقوة في ملعبهم بعدما أهل من الرابطة سينتظرون لجولة أخرى من أجل تحقيق الفوز بعدما اكتفى أبناء غيموز بالتعادل السلبي أمام فريق العلمة. ورغم المحاولات العديدة لزملاء نزواني إلا أن حارس البابية بن خوجة كان في المرصاد فيما اكتفى زملاء القائد بزاز بالتكتل في الخلف مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة التي لم تغير النتيجة. نفس السيناريو عشناه في المرحلة الثانية مع فرص أخطر لمقرى لكن الدفاع كان حاضرا بقوة على غرار تسديدة أميري في الدقيقة 75 والتي ردها الدفاع لتتوالى الفرص ورأسية زويش تجانب القائد ليكتفي النجم في ملعبه لأول مرة هذا الموسم بتعادل في مباراة تألق فيها الحارسين وجرت في روح رياضية عالية. نقطة مهمة للمولودية وعودة غير موفقة لمقرى هي المباراة بميدانها. لا أكيد تعادل أعتقد يخدم أكثر العلبة بما أنها تعثرت على ميدانها تسترجع النقطة من خارج ديار من مقرى. نظن أنه مردود مقرى والنتائج من دون شك سوف تتحسن مع مرور الجولات والتعادل. نظن أنه يخدم أكثر مولودية العلبة. هذه قلت لك جملة. تسع جمل. يلا أعطينا الصور التي أرسلها لنا منذ لحظات زميلنا بلال بيراري مباشرة من شلف. المباراة لعبت على الساعة 7 وانتهت على الساعة 9 طبعا تعثر جمعية شلف بميداني التعادل وبعد الكبقى يتقاسم الريادة رفقة وداد تلمسان الجمعية عبد النور مرشح بقوة للصعود. صحيح يعني جمعية رغم أنه ضيع زوج نقاط اليوم ضد منافس قوي اتحاد بسكرة لكن يبقى يعني المرشح للعب الصعود. نفس الشيء بالنسبة لاتحاد بسكرة كريم. أعطينا طبعا هاي الصور التي نشاهدها سويا غدا بإذن الله سيكون هناك موضوع بتقرير زميلنا بلال بناري قلت في برنامج استوديو المحترفين بأكثر تحاليل المنتخب الجزائري وكذلك للمباريات نتابع سويا النتائج الترتيب والجولة القادمة المحترفة لموفيز. يلا كريباز مختص يقول لي عن نابلس كي كده وماذا؟ تلمسان ترجي مستغانم يعني القمة تاع الجولة الجولة المقبلة بيقول هذه الجولة أضعف بكم عدد الأهداف؟ 9 أهداف فقط سجل في هذه الجولة. ونذهب مباشرة إلى الجولة الخامسة من المحترف الأول موبيليس مباراة مثيرة يومي الاثنين والثلاثاء نتابع سويا الجدول. حلقة للوقت. كم مر الوقت بسرعة لدينا دقيقة فقط قبل نهاية هذا البرنامج الأولوية لك لكان لأن لديك تهنئة خاصة نهني الأخت بعد تزديد فراشها بسارة ونسلم كذلك على زكريا وماريا والوالدين اللي راه موجودين في انجلترا خذانا الدقيقة سيوبي كلمة أخيرة سيوبي نقول كل شيء مبروك وللملتقى إن شاء الله عبد النور
حظ موفق للفريق الوطني غدا ونشكركم على هذا. مسك الختام هو هكذا حظ موفق للمنتخب الجزائري كلنا مع المنتخب الجزائري من أجل وثبة بسيكولوجية وعودة الأمل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد. شكرا خالص زميلنا رضوان وكذلك بلال بوعاصم وكل من تعب معنا من زملائنا في الاستوديو رقم واحد. نلقاكم بإذن الله في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في أمان. Thank you.